يكابد محفوظ نهاراته تحت حرارة الشمس الحارقة، وبوجه مرهق يقطع شوارع تعز ببضاعته المحمولة بين ذراعيه ليكسب القليل من المال لإعالة أسرته المكونة من 7 أفراد. أسرتي عالية، أبي صلا ما يقدرش يشتغل، أو شيبة مع يقيس اللي داخل البيت دائما مريض مريض ما يشتغلش. وأنا أعود أسرتي وأكلهم من المساوي قالوا. أسرتي منهم 7 وأنا اللي أشتغل عليهم. يعرض محفوظ بضاعته يوميا على الجميع في الأسواق والممرات وأمام المساجد والمحال التجارية أيضا، لكن القليل من يتفاعل مع بائع عود الأراك المتجول. يعد رمضان موسما خصبا لبيع كميات أكبر من السواك لارتباطه بشهر رمضان إلى جانب فوائده الصحية العديدة كما يرى البعض. نستخدم المساوك لأنه رمضان، ثانيا سنة، وثالثا مطهرة للفم، مرضاة للرب، يصفي يطهر للفم، وله عدة أشياء، مثلا علاج للثة، ومثلا هذا حقه يعتبر علاجا للمعدة. فئات عمرية مختلفة تتخذ من بيع السواك مهنة يومية حتى في غير شهر رمضان، على الرغم من أنها لا تدر الكثير من المال، ولكن انتشار البطالة وانعدام فرص العمل أبرز ما أنتجته الحرب في تعز التي حولت حياة الناس إلى جحيم وجعلت من هذه المهن البسيطة مصدرا لكسب الرزق وإعالة الأسر. مها علي، قناة بلقيس، تعز.